Hello everybody, how are you? مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية. ودرسنا اليوم مهم جدا, هو على البرونانسيشن. البرونانسيشن هو اللفظ أو النطق, كيف تقرأ أو تنطق الكلمة بشكل صحيح. وكثير من الناس يعانون من هذه المشكلة ويقولون أنا أواجه مشكلة في كيف أقرأ الكلمة بشكل صحيح, لا أعرف كيف أنطقها, وهناك رموز وأسرار في نطق الكلمات غريبة, هناك حرفان يأتان يعني مع بعض ثم تنطق بشكل. اليوم سأتحدث بشكل موجز قدر الإمكان عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي الحروف الإنجليزية الألفابت, اللي الحروف الهجائية الـ ABC, بس على شكل سريع جدا لأنه أتوقع أنه أغلبكم بيعرفها, ولكن سأتحدث عن بعض النقاط. ثم سأتحدث على الحروف التي تأتي بشكل يعني مع بعض فتشكل صوت آخر, مثل الـ SH ينطق شين وتشاء وفاء. وسنتحدث في النقطة الثالثة اللي هي التشكيل الـ A, متى يعني عندنا يكون كسرة وضمة وفتحة, وهذه هي مهمة كثير لكثير من الطلاب. طيب لو تحدثنا عن النقطة الأولى وهي الألف بين الحروف الهجائية والحروف الإنجليزية. طبعا هي 26 حرف. كل ما يهمني أنا أنك أنت تعرف أنه العملية بسيطة جدا. الحروف الإنجليزية زي العربية, يعني أنت عندما تجد الـ R أو الـ T أو الـ F فهو نفس اللغة العربية. الـ F هو الفاء, الـ T هو التاء, الـ R هو الراء في اللغة العربية, ال هو اللام في اللغة العربية, الاس هو السين في اللغة العربية. إذن هي نفس الحروف. طبعا أحدهم يقول هل ممكن تعطيني شرح أو نطق كيف تنطق الحروف؟ عزيزي الآن العملية بسيطة جدا. أنت الآن لو فتحت أي مقطع أو رحت الجوجل, وأفضل شرح نطق ممكن تأخذ من الجوجل يعني اللي هو مثلا لو كتبت ترجمة translation, ترجمة جوجل, وضع الحرف اللي تريده مثلا تي, هو هتشوفه يعني تضغط على الميكروفون اللي موجود تحت الحرف فبتضغط عليه يقول لك تي اس اس, هتسمعها لما تشبع لحد ما تتأكد من نطقها. طبعا انا اللي يهمني ان انت مثلا زي كلمة مراد, الان كيف تنزلها باللغة الانجليزية؟ باللغة الانجليزية الام اللي هو ام ميم مراد, ثم عندك ضمة اللي هو او, احيانا ممكن تكتب باليو واحيانا بالاو, انا افضلها بالاو يعني لان كلاهما زي الضمه مو, ثم ار اللي هو الراء, ثم اي اللي هو الالف, ثم دال اللي هو الدي. وطبعا عليه اشياء كثيره مثل مثلا ايضا فاتن. انت لو تحب تكتب انت كلمه فاتن كيف تكتبها؟ هتنزل الاف, هتنزل الاف فا بعدين تاء بعدين كسره ثم اي, الكسره طبعا سنتحدث عليها اللي هي الاي فاتن, وهكذا. وكثير من الأسماء هي نفس اللغة العربية نفس اللغة الإنجليزية, باستثناء طبعا أن هناك حروف اللغة العربية غير موجودة في اللغة الإنجليزية, وهناك حروف اللغة الإنجليزية غير موجودة في اللغة العربية, مثل الحروف العربية اللي مش موجودة في اللغة الإنجليزية مثل القاف مثل الخاء مثل الحاء, مثل يعني حروف أعتقد أن أنت بتسمع حتى الأجنبي لما بيتكلم لا ما يستطيع أن ينطقها, يعني مش متعود عليه من طفولته أنه هو ينطق هذه الحروف. مثل مثلا لو قلنا مثلا هو قال مثلا أو قاسم أو يعني ما تجد أنه إيش بيقول قاسم قال هو قال, فيحولوها إلى الحروف الأقرب إلى لسانه وترجع مثل الكاف. طبعا بالنسبة للحروف اللي مثلا في اللغة الإنجليزية غير موجودة في اللغة العربية مثل البي الثقيلة, هذه غير موجودة, إحنا ما نخرج هواء أثناء ما بتكلم بعض الحروف العربية. نحن عندنا البي العادي اللي هو البي العادي هذا البي, فنقول مثلا بارك, ممكن نقول مثلا باك, يعني الباء اللي هو العربية هذا يعادل الباء العربي. لكن هذا البي هذا اللي يخرج منه هواء, وتعتقد أنتوا عندكم خلفية عنه أنك أنت بتجرب تحط ورقة فبي بي, فهذا مش موجود في اللغة العربية, بينما هذا الباء هو بدون هواء, هذا الباء العربي هذا في البي الثقيلة. طبعا واحد يقول يعني مش مهم الموضوع, لا حقيقة خذ بالك أن تركز جدا كيف تنطق الحرف بشكل صحيح. ما لم يعني حقيقة في أماكن كثيرة الوضع هيكون مش كويس وهتنطق الكلمة بمعنى آخر, يعني يكفيك أنه في كلمات متشابهة جدا مثل كلمة مثلا يعني هذه الكلمة مثلا بارك, ولو حولتها بالبي العادية بارك
تمام. هذه بارك اللي هو موقف، تشوف انت كثير من مواقف السيارات مكتوب نو باركينج، ممنوع الوقوف، بينما البارك بالبي لو حولت بالبي هذه تصبح اللي هو نباح الكلب. طبعا هذه حصلت قصة حقيقية فعلا، يعني راح واحد احدهم راح لبريطانيا وقف سيارته وشافه الشرطي فقال له كان اي بارك، ممكن انبح هنا، ففهمها العسكري انه انا انبح، فقال له يو كان بارك، ممكن تنبح ما عندناش مشكلة. لما راح ورجع حصل الفاين الغريب الغرامة، فقال له انا مش قلت لك كان اي بارك، فانت قلت لي اوكي، قال ايوه انت ممكن بارك، ممكن تنبح هنا براحتك ما عندناش مشكلة، بس you can't park، you can't park، park بتخرج الهواء. طبعا احنا عشان مش متعودين نخرج الهواء فبنطقها هذه دائما اللي بارك بارك، فترجع ينبح ينبح. طبعا هذه قصة حقيقية، واتمنى انك تعرف الفرق ما بين ان تنطق الحروف بشكل صحيح. ايضا من الحروف مثل الفي، الفي غير الاف، الاف هو فاء لكن هذا مش موجود عندنا، ممكن هذا تجده بعض الاحيان في بعض الكتابات اللي هو الفاء عليه ثلاث نقاط وتصير في. وأقرب مثال ليوضح الفرق بينهم هو رقم خمسة اللي هو five، هذاك فاء وهذاك في. تقريبا هذه يعني أكثر النقاط بالنسبة للحروف. ننتقل مباشرة إلى النقطة الثانية، والنقطة الثانية تتكلم على الحروف اللي بتأتي وتشكل لنا صوت آخر. حقيقة هذا الموضوع كثير جدا من الطلاب يواجهون يعني أو يواجهون مشكلة كبيرة فيه. الموضوع ببساطة، طبعا هذه مش كل الرموز ولكنها أهم الرموز، أكثر ما يواجه في اللغة الإنجليزية. طبعا أنا أنتقد بعض الطلاب يقول لك لا أعطيني كل الرموز، أعطيني كل النقاط. عزيزي الموضوع بحر كبير، وأنت ممكن تضيع وقتك وتخربط نفسك وتصعبها على نفسك في شيء لا يعني لا يعني لا يذكر، ما يستاهل. أنت أهم شيء كطالب في اللغة الإنجليزية تحتاج أن تدرس هذه، هذه تقريبا 90% من اللي هيواجهك في القصص في الكتب في القراءات. النقاط الأخرى هتجي معاك لوحدها احتمال، يعني انت احتمال تجدها لوحدك، لكن انت اللي يهمنا الآن حابين حاجة نقطة تشدك معانا عشان تتشجع تاخذ اللغة الإنجليزية وتفهمها وأغلب الكلمات تعرف كيف تنطقها. طيب عندنا زي الاس اتش، الاس ينطق لوحده سين، والاتش هو في اللغة العربية هو الهاء زي ما كلمتكم، يعني كل شيء له مرافد مرادف باللغة الإنجليزية عفوا. فالاس هو السين والاتش هو الهاء، لكن هؤلاء الحرفان إذا جاءوا مع بعض فيشكلوا صوت واحد وهو الشين. يعني أنت أول ما تشوف هذول الحرفين في أي كلمة تعتبرهم شين وريح نفسك. يعني مثلا زي كلمة شي، مش هذه الإي قلنا أول إنها كسرة، فأنت بتقول شين مع كسرة بتصير شي، الشي، وهنا شيب شيب، وهنا كراش كراش. إذا أنا اعتبرتها شين، يعني فين ما أشوفها أنا اعتبرها شين وريح نفسي أقرأها كأنها حرف شين. يعني أنت أخرج من دائرة والله يا عمي أنا متخربط يعني الموضوع، لا 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 ما في شيء خربطة، أنت الحرفين هذا شفتهم مع بعض اعتبرهم شين وانتهى الموضوع. شفت الاس لوحده سين، شفت الاتش لوحده هاء، لكن شفتهم مع بعض فعرفوا من هما شين. وغالبا الاتش هو بيجي مع كثير من الحروف هو بيغير نطقهم، مثل برضو الاس السي مع الاتش فتنطق تش، تاء مع شين فتصبح تش تش، مثل كلمة تش تشير، مثل كلمة تي تشير تي تشير، وهكذا تشوز تشوز يختار. طبعا تشير كرسي وتيتشر مدرس وشي هي وشي بخروف وكراش يصطدم. بي اتش، البي اتش ينطق مثل الفاء في اللغة العربية، إذا شفته اعتبره فاء، حرف الفاء في اللغة العربية، مثل كلمة فوتو صورة، فارماسي صيدلية تحصلها فوق كل صيدليات، فاء 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 ثم ألف ثم راء فأصبحت فار، ثم ميم ثم اي ثم سي، فارماسي تمام. طب التي اتش، التي اتش ينطق إما ثاء وإما ذاء تمام، بمعنى أنه مثلا أنت بتقول هنا this، عفوا هنا three، هنا three وهنا this، هنا thin، هنا ثري طبعا رقم ثلاثة، وذس هذا، وثن نحيف، وذات ذلك. شوف أنا بنطق هنا ثاء وهنا بنطق ذاء، ثن نحيف وذات ذلك، month شهر وماذر الأم، وكلمة ذا اللي هي ال باللغة العربية مثل ما نقول ذا دور الباب، ذا فاذر الأب، فهذه ال يعني
اللي يهمني انك كيف تنطق. احيانا بتنطق مع التدريب هتمشي معك الامور اصلا. واحد يقول انا طب متى انطق هذه ثاء ومتى انطقها ذا؟ لا تدخل نفسك في نقاط يعني انت في غنى عنها، صدقني يعني انت اسمع كلامي وامشي وهتمشي معك وهتعرف ان هذا ذا وهذا ثاء والصوتين متقاربين يعني. طيب الجي اتش، الجي اتش ايش ينطق؟ الجي اتش لا ينطق، اذا وجدت الجي اتش تجاهله، الا في اخر الكلمه ينطق فاء. بمعنى انت عندك هنا الضوء اسمه لايت، يعني انا ما انطقها لايجت، لا 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 لا، الجي اتش في وسط الكلام اول الكلام غير ما ينطق، لكن في اخر الكلمه ينطق فاء. مثلا هنا لايت الضوء، وهنا مايت اللي هو ربما، وعندك هنا كلمه انف هنا نطقتها فاء، وهنا كف ايضا اللي هو انف يكفي، وكف الكحة، فنطقناها فاء. الجي اتش في اخر الكلمة نطقناها فاء. ثم ننتقل الى الاربع الحروف تي اي او ان. الاربع الحروف هذه ضربة واحدة كده مع بعض، يعني بينطقوا شن اللي هو شين نون. يعني انت لما تشوفهم ما تروحش تقرا لي اياهم مثلا زي كده ستيتيون، لا 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 لا، انت هذه خلاص الاربع الحروف قلنا ايه تنطق شن، خلاص ريح نفسك فتصبح ستي شن اللي هي محطة. أكرر يعني مرة أخرى، ما تجيش تقول لي منتيون، لا 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 لا، أربع الحروف هذه مشهورات جدا، مشهورات موجودة في اللغة الإنجليزية بكثرة، فأنت بتنطقها من شن اللي هو يذكر أو يقول، من شن ستي شن، كونفرزي شن، برونانسي شن. إذا أنت ريح نفسك واعرف أن الشن هي الأربع الحروف اللي أمامك. بالنسبة للحرف هذا كثير من الناس يعني يقول لك أنا مش عارف هو ينطق أحيانا سي، إحنا بنقول A B C، وأشوفك أنت بتقراها مثلا هنا كول أو كلمة كار سيارة، حقيقة صحيحة، لكن أنت عشان تعرف متى ينطق هذا سي إذا جاء بعده أحد أحد الحروف الثلاثة هذه، إما الآي أو الإي أو الواي فقط، إذا جاء أحد هذه الحروف مع السي ينطق سي، أما غير الثلاثة الحروف هذه ينطق ك مثل الكاف. طيب مثال على ذلك، احنا بنشوف هنا مثلا كلمة نايس نايس. طب ركز على المثال هذا موجود في النطقين، آيس كريم، أنا في الأول نطقت هذا سين آيس وهذا كاف لأنه بعده آر، ما في ثلاثة الحروف هذه، آيس كريم. نفس الكلمة هذه فيها النطقين، سايكل الدراجة سايكل، ساي أنا نطقت الأول سين ساي، بعدين الثاني نطقناها كي لأنه ما فيش الآي أو الإي أو الواي بعد الكي الأولى، ساي كيل. كذلك كار، لاحظ أنه ما فيش أحد الحروف هذه، خلاص تنطق هذه الجهة تنطق كاف، كار كم كريم. تمام، ركز على كلمة الصيدلية، أول قلنا إحنا فارماسي لأنه جاء بعدها الواي كما حدثتكم، إذا السي ينطق سي إذا جاء بعدها آي أو إي أو واي، ولا ينطق سي ينطق كي إذا ما جاش هذه الحروف وجت بقية الحروف، بقية الحروف يعني أي غير الآي والإي والواي، أي حرف آخر خلاص يأتي بعد السي ينطق ك. الدبليو إذا جاء بعده آر الدبليو لا ينطق، مثل كلمة رايت يكتب، كيف ما ينطق؟ يعني تجاهله كأنه مش موجود، يعني ما تقوليش ورايت تقول رايت، رونج تمام، راب ورايت يكتب، رونج خطأ. كذلك نفس القصة بالنسبة للكي، لو جاء بعدها إن فإن الكي لا ينطق، مثل كلمة الركبة ني، أو I know I don't know أعرف لا أعرف. كذلك اللي هي قلنا عفوا الراب هي تابعة للي فوق الراب. التي مع اليو ينطق تش تش، يعني مثل كلمة فيو تش تش، هي تشبه السي اتش، فيو تش فيوتشر المستقبل، فيوتشر فيوتشر. وكذلك كلتشر الثقافة، المستقبل والثقافة، كلتشر كلتشر. طبعا كل اللي أنا بذكر لكم إياه هذا موجود بكثرة في القصص، في القطع الريدينج أثناء ما بتتحدث بتجدها موجودة، فلذلك أنت حاول تتدرب عليها وهتشوفها تقريبا في كلمات كثيرة جدا، وحاول أنك أنت يعني ممكن تسمع المقطع مرة ومرتين وثلاثة حتى تستوعب الموضوع. أحيانا كثير من الناس يعني أنا أنتقدهم أنهم بيستخدموا فقط أنه أنا أستمع المقطع إلى مرة واحدة، لا يكفي، أنت حاول تسمع مرة ومرتين، يوم مزاجك مش كويس يوم مزاجك كويس،
ويوم إن شاء الله بي 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 يعني بتفهم الموضوع بنسبة 100%، مرة بتفهمه أو تستوعبه بنسبة 80%، كل ما كررت الاستماع كل ما استفدت أنت. طيب تحدثنا عن الحروف، ثم تحدثنا عن الحروف اللي تيجي مع بعض، والآن هننتقل إلى نقطة أخرى وهي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. هذه الحروف يسموا الحروف المتحركة الـ vowel letters. الحروف المتحركة ليش سميت حروف متحركة؟ أي أنها بتتحرك، ما بتترساش على حال واحد. يعني مثلا زي الـ A هذا، ساعة تشوفه مكسور، ساعة تشوفه مضموم، ساعة تشوفه يعني مفتوح، فمالوش يعني حالة واحدة ثابتة. يعني مثلا زي الـ T، التي هو تاء، فين ما شفته هو تاء. مثل الاس هو سين، طب بغض النظر انه يأتي مع حرف اخر، لا انا بتكلم هو نفسه بدون ما يأتي حرف اخر، هو نفسه اس يعني سين، وهكذا. لكن هذه الحروف سميت الحروف المتحركة، اي بتتحرك. اما الحروف الساكنة هي غير الحروف هذه، فيسموها الفاول وهذه الكونسوننت، يعني هذه الحروف اللي تتحرك. طيب لو ابتدأنا مثلا يعني نعتبر ان هذه الحروف المتحركة، احيانا البعض اختلفوا برضو ايضا على الواي اللي هو الحرف الواي هذا، البعض في بعض الكتب الانجليزية قالوا لا هو يعتبر من ضمن الحروف المتحركة، وصار عليه خلاف كبير جدا. في الاخير اقتنعوا انه الواي مش حرف متحرك بنفس التحرك الكثير والتغير الكثير لهذه الحروف، فاعتبروا فقط انه هذه الحروف المتحركة. انا شخصيا بعتبر الواي ايضا حرف متحرك، لكن بنرجع الى القانون العام اللي الاغلبية اتفقوا عليه. طيب احنا هنيجي بالنسبة للاي، لو مسكنا الاي، الاي حقيقة ينطق مفتوحا مكسورا مضموما. واحد يقول مثلا كيف؟ يعني مثلا عندك مثلا هنا زي راء ألف تاء كأنه ألف فتصبح رات، وهنا ينطق ريت يعني هذه أصبحت كسرة الأي، وهنا ينطق مضموم كول يعني زي الضمة. واحد يقول لي طب عندك قانون تساعدني الله يعطيك العافية إنه كيف أنا أعرف متى أفتح وأكسر وأضم؟ موجود هذا القانون، يقول لك إذا جاء الأي لوحده فهو ألف، مثل كلمة رات فات هات كأنه ألف. لكن إذا جاء A ثم جاء حرف ساكن ثم E مثل كلمة ريت، فالE هي اللي بتكسر لنا الA، فتصبح هنا بدل ما كانت زي اللي فوق رات أصبحت ريت، هذه بدون الE تصبح فات مثل اللي فوق، لكن لما حطينا الE أصبحت الA مكسورة يعني هي كسرت الA فيت. ونفس الكلام بدل ما كانت هات أصبحت ها هيت، ممتاز. طيب اذا مفتوح مكسور الاي، احنا بنتكلم على الاي طبعا، لكن اذا جاء بعد الاي احد الحرفين لازم يكونوا حرفين ال ال او ال تي او ال دي، فهذا يصبح كانه ضمه زي الضمه في اللغه العربيه، مثل مثلا كو كو. انت مركز على 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 نطقي كو، وليس لا انا ما قلتش مفتوحه كال ولا قلنا مكسوره كيل، احنا قلنا كو اي مضمومه كول اللي هو يتصل. وعندك مثلا هنا ال الاي جت بعد ال تي سولت، انا على طول اعتبرتها كانها ضمه يعني بدون ما اركز انه جت بعد ال تي سولت. الاصلع بولد بو بو واو بولد الاصلع، طبعا هنا معناتها ريت اللي هو المعدل، وفيت المصير او القدر، وهيت يكره، بينما هات القبعة، وفات سمين، والرات اللي هو الجرد أو الفأر. أنا عارف إنه الماوس برضو فأر. أن الإي ننتقل من الإي، خلصنا إحنا الإي، هننتقل إلى الإي. الإي هو زي الكسرة باختصار، يعني كسرة في اللغة العربية، مثل كلمة تن رقم 10 أو جيت أو بين أو لج، لج ساق وبين قلم، وجيت يحصل على. أما إذا جاءت قبل إي يعني إي إي مرتين مع بعض، هي نفس نطق الإي إي، وهما كلاهما هما الياء في اللغة العربية، هما الياء. فإذا كانت الإي كسرة فالدبل إي أو إي إي هما ياء، مثل كلمة سي، تمام. شوف هنا كلمة سي يرى، ونفس النطق تبعها سي اللي هو البحر، لأنه هذا ياء وهذا ياء، شوف نفس النطق، لأنه الإي إي ياء والإي إي ياء، فأصبحت سي يرى
وسي البحر. فممكن انت ممكن تقول I want to see، انا اريد ان ارى the sea البحر، وتمشي معك. ايوه ايوه تمشي حلوه. meet يقابل، وميت اللحمه. انت مش هتقدر تسوي مثلا قابل اللحمه. meet يقابل وميت اللحمه. انا اللي حابب اركز لك على ان الدبل اي اللي هو الياء، وبرضه الاي اي ياء، بغض النظر كتبت بطريقه مختلفه والمعنى مختلف، لكن النطق واحد. هنا ميت ميت، هذا هو النقطة اللي أنا حاب أركز عليها. طبعا كلمات كثيرة في اللغة الإنجليزية موجود فيها الـ read و feed يطعم، وكثير كلمات هذا ياء وهذا ياء طبعا. فركز إنه الـ EE أو الـ EA هو ياء في اللغة العربية. الـ I، الـ I في اللغة العربية أيضا نقدر نقول كسرة، مثل كلمة sit in it when، وsit اللي هو يجلس، مثل يقولوا حرف الجر إن، وإت اللي هو الفاعل هو أو هي الغير العاقل، وين يربح يفوز، يعني أنا فزت في المباراة وين. ننتقل إلى الأو. الأو صراحة مشكلة كبيرة عند كثير من الناس، ويعتقدوا إن هي واو، يعتقدون إن الأو واو، وهذه مشكلة كبيرة. فنطق الأو يختلف حقيقة عما تعتقده. الأو له عدة نقاط يعني نطق مختلف، لكن أكثر نطق بالنسبة للأو هو ينطق مثل الفتحة، وهذه مفاجأة الكثير من الناس. يعني أنت لما تأتي تقول لواحد تعال، فبتقولوش كم، لا بتقول له إيه، أيوة كم كم. فأنت لو تركز كأنها فتحة ك، طبعا مش ألف، لو كان ألف كانت تكون كام، لكن هي فتحة كم. تمام. طب يذهب كيف بننطقها؟ اللي بينطقها باللغة العربية هنطقها جو، وهذه خطأ. بينما بالطريقة الصحيحة يقول لك أنت لو سمعت الأفلام الأمريكية والبريطانية يقول لك I got، والفم مفتوح. I got to school. I got، شوف حتى كلمة to، احنا بنقول باللغة العربية إلى اللي هو to صح، فبتقول I go to school، هذا اللغة العربية أو العرب. I go to school خطأ، هي I got to، حتى هذه ما يقولش to، يقول to. I got to school. I got to school. أكيد اللي سافر أمريكا أو اللي تكلم أمريكيين بريطانيين بيعرف أنا عليش بتكلم، هي ما بتنطقش to وبتنطقش go، بينما I got to school. I got to school. أيضا هذه ما بتنطقهاش sun، تنطقها إيه؟ sun. هي نفس نطق الشمس؟ أيوة نفس نطق الشمس. sun اللي هنا بتنطقها كأنها فتحة. هنا أنت باللغة العربية بتنطقها got، وهي خطأ، هي got. I have got. اللي بشاهد أفلام أمريكية وبيتكلم أمريكيين بيفهم عليش أنا بتكلم. فلما يقول أنا عندي سيارة I have got a car. I have got، وليست got. ما تسمعش بريطاني امريكي بيقول I have got. I have got. ركزتوا معايا؟ طبعا في احيانا بتنطق واو بس حالات قليلة، مثل الخشب دبل او وود، يعني مثلا زي كلمة الخشب مثلا وود وود. تمام. مثل ايضا حتى الكتاب، شوف صح انها بتضمها بو بو، لكن دبل او يعني يختلف عن الاو، هذا صوت اخر يعني. ما نخربطكمش اكثر. ننتقل الى اليو. احنا تكلمنا على الاي بثلاث حالاته، ثم الاي ككسره، ثم الاي اي والاي اي ياء، ثم الاي ايضا كسره، والاو في غالبه انطقه مفتوح احسن لك، ومرات هتشوف مضموم صحيح موجود مضموم، ولكن دبل او يختلف زي المشدود كده، تقول انت ووت بوك بوك. ننتقل الى اليو. اليو حقيقه يحتاج تركز على نطقه. مثلا انت شوف في فرق ما بين مثلا القطة، لو انت قلت كات، وبين قلت كت اللي هو يقطع، كت كت. شوف هنا رن رن، يعني انا مش صراحة مش قادر اجد لها حاجة في اللغة العربية. لو قلت همزة مش هتركب، لو قلت فتحة مش هتركب، فركز انت على نطقها احسن. يعني مثلا رن سن فن، انت بركز انه هنا سن سن نفس النطق صحيح، لانه هنا في حالات كثيرة ان اليو تجي قريبة إلى 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 الفتحة، بس ما أقدرش أقول فتحة فتحة يعني. سن فن، ولكن فيها سرعة يعني فتحة سريعة. سن فن المسدس جن. أحيانا اليو إذا جت في أول الكلمة تنطق يو زي ما هي، مثل كلمة الجامعة يونيفيرسيتي يونيفيرسيتي، أول كلمة الوحدة لما تشوف الكتاب يقول لك يونيت وان، يو يو يونيت وان، في أول الكلمة لها نطق وفي وسط الكلمة زي ما وضحت لك إياها. طيب اخر شيء عندي، اخر شيء انه الاي هذا انا قلت لك هي كسره، تمام، لكن اذا جاءت اي ثم حرف ساكن ثم جاء اي فبتغير النطق، يعني مثل كلمه مثلا
لاين، انت لو شلت الاي لاين هو الخط هتصبح كده ايش؟ لين لين، لكن لو حطيت الاي تصبح زي اللا لاين. تمام، هنا هذه نطقناها فاين، طبعا لو شلت الاي هتصبح فين فين، لكن مع الاي تصبح فاين. هنا بدون الاي ريد ريد، لكن مع الاي اصبحت رايد رايد. هنا الماين يعني بمعنى انت كثير كلمات، مثلا لو جيت نطقت مثلا كلمه زي هذه الكلمه هذه من، لكن لما تيجي الاي تخلي هذا ينطق مثل الاي كانه اي زي ما هو ماين. تمام، مثل عندك مثلا اللي قلنا عليها يربح فينها يفوز، لو ضفت عليها ها هذه وين، شوف كذا واين اللي هو الخمر. تمام، وهكذا يعني الاي لوحده لو جاء لوحده الاي اوكي كسره، لكن لو جاء الاي ثم حرف ساكن اي حرف ساكن ثم ياتي اي، الاي هذا مسوي مشاكل كثيره لو ركزته، يعني دائما بيغير في النطق فتصبح ماي لاين فاين سايت وهكذا. تعالوا نتدرب على هذا الموضوع. انا جبت كلمات يعني ليس لها معنى كثير، بعض الكلمات ليس لها معنى، بس انا عشان تتدربوا على النطق. يعني لو جت لك كلمه زي هذه هنقول عليها ايش؟ سات مثل الالف صح، ثم ست ست، ثم سيت ياء سيت، ثم ست ست، نفس الكلام نفس ست، ثم سايت سايت. شوف هنا ست بينما هنا سايت. مثال آخر هنا إيش بنقرأها، حاول تركز معايا وحاول تنطقها قد ما أنطقها أنا عشان تعطيك تمرين. فات فات، وهذه فت فت، وهذه فيت فيت يا، وهذه أيضا فت فت، وهذه فايت فايت. وعلى هذا الحال أتمنى أنه استفدت من درس اليوم. حقيقة الموضوع هذا هو متشعب وكبير جدا، وحقيقة يعني أنت لست بحاجة أنك تتبحر أكثر، لأنه كثير ناس يعني يمكن ما تعمقوا زي ما أنت متوقع وبيقرأوا أي كلمة أمامهم، لأنه أنت مع كثرة القراءة والاستمرار وقراءة القصص وقراءة القطع أنت أوتوماتيكيا عقلك لا تستهين فيه، عقلك بيقوم بأشياء كثيرة ما يقول لك عليها لوحده، وبتمشي أموره طيبة وبيركب الجملة وبيسوي كل حاجة وبيقرأ الكلمات وبتمشي أموره. بس أهم شيء يطلب منك العقل أنك تمارس الشيء، أن تقرأ كثير، أن تقرأ بصوت عالي. باختصار اليوم كان على ثلاث نقاط، اللي الحروف الإنجليزية وهي بسيطة جدا، وعليك أن تعرف أنه الحرف اللي في الإنجليزي له مرادف في العربي، واللي في العربي له مرادف في الإنجليزي إلا بعض الحروف اللي ذكرناها. ثم تحدثنا على الحروف التي تأتي بأصوات مختلفة، وعليك أن تنتبه يعني كيف ينطق الشين تش، فإما ذا أو ثاء الجي اتش لا ينطق وينطق فاء آخر الكلمة. الأربع الحروف هذو ينطقوا شين، هذا ينطق الحرف سي ينطق سين أو سين، إذا جاء بعده آي أو إي أو واي، غير ثلاثة الحروف هذه ينطق كي، وكذلك الدبليو لو جاء بعده آر طنش الدبليو كأنه مش موجود، والكي لما يجي بعده إن بتلغي نطق الكي، نفس الكلام وتطنش الكي كأن الكي غير موجود، والتي مع اليو ينطق تش، وهناك أصوات كثيرة هتمشي معك. وثم تحدثنا على الحروف المتحركة الأي والإي والآي والأو واليو، وتحدثنا أن الأي ينطق مفتوح إذا جاء لوحده، ومكسور إذا جاء حرف ساكن ثم جاء الإي فالإي يسبب كسره، وينطق مضموما إذا جاء بعده إل إل أو إل تي أو إل دي مثل ما تحدثنا. ثم انتقلنا إلى الحرف إي وهو كسرة أو إي إي أو إي إيه، فهذا ياء في اللغة العربية كما ننطق في اللغة العربية زي الياء، وأيضا الآي كسرة، والأو في غالبا ينطق مفتوح، واليو ينطق مثل الفتحة السريعة كات سان ران قلنا، وينطق في أول كلمة يو في أول كلمة يونيفرسيتي يونيت. وأما الآي إذا جاء آي ثم حرف ساكن ثم إي فينطق مثلا لين، لكن لو حطنا هنا الإي تصبح لاين ماين فاين وهكذا. أتمنى أنه استفدت جدا من درس اليوم. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murad with you. Good luck and see you soon. Thank you.